وتحدثنا من القصرين مراسلة الأخبار نادية أرتيبي. نادية، أهلا بك. ما هو المشهد الصحي بالقصرين بعد شفاء كل المصابين بفيروس كورونا وعودة المشهد إلى المربع الأول، أي صفر حالة إصابة؟ نعم، درة في القصرين صفر حالة إصابة. هو بشكل عام ولاية القصرين لا يوجد فيها إصابات محلية، لأنه كل الإصابات الست إصابات وافدة من جربة، ولحسن الحظ بفضل الإجراءات الاستباقية اللي اتخذت بولاية القصرين، أهمها غلق مداخل ومخارج القصرين مع إعلان الحجر الصحي التام، الأمر اللي خلى معناها التفطن إلى العائدين من جربة، وتم إيقافهم على مستوى سبيتلا وتحويل لهم فورا الى الحجر الصحي الاجباري، وبسحب العينات الوقائيه تم اكتشاف اصاباتهم. الحمد لله اليوم كما كنا نحكوا انه معناها تناتوا للشفاء بفضل عزيمتهم واصرارهم على ذلك. ايضا نذكر انه فما حاله سابعه، وهي حاله الطبيب بقسم الاستعجالي اللي كان عاد الى ولايته دون ان يعلم انه هو يحمل فيروس كورونا، لكن بحسب ما صدرنا انه الطبيب حاليا يتماثل للشفاء. خلينا نذكر انه كل هذه النجاحات ونسموها نجاحات وانتصارات على وباء الفيروس كورونا بولايه القصرين ناجم عن اجراءات استباقيه، كما قلنا اهمها عزل الولايه، ثانيها الجهود الامنيه والعسكريه وتواجدهم على المدار الساعه في المفترقات لايقاف كل الوافدين من المناطق الموبوءه. ونذكر انه اليوم عندنا 56 شخص في الحجر الصحي الاجباري، منهم 3 ماليين تم ايقافهم صباح اليوم على المعبر الحدودي بحيدرة، وايضا ذكروا ان 150 شخص هما من في الحجر الصحي الذاتي بمنازلهم، باقين يلتزموا بالقواعد مع متابعه من قبل كل الفرق. ونذكر زاده في اطار الحجر الصحي الشامل انه فرق التجاره، خاصه انه بعد الفتره هذه كان فما غياب لعدد المواد الاساسيه اهمها سميد احتكار، هذيك علاش كونت فرق مشتركه بين القوات الامنيه والعسكريه والتجاره، تم فيها معناها القيام ب 1820 زياره ميدانيه وتحرير 170 مخزن مع ايقاف 3 محتكرين لماده السميد. هذه الجهود وكل هذه التفاعلات بموجبها فيروس كورونا هي اللي خلت القصرين اليوم تسجل صفر اصابه، وان شاء الله نمضي على الحمد احترام لله الحجر الشفاء. الصحي الشامل. نعم، اذا الحمد لله الشفاء التام لكل المصابين بفيروس كورونا، يعني ان الجهة تعود إلى مرحلة الصفر. شكرا جزيلا لك مراسلة الأخبار نادية رتيبي على كل هذه المعطيات.